الإسراء والمعراج هو ذكرى لحادثة تناقلتها الثقافة الإسلامية عبر مر العصور، يسترجعون تفاصيلها في كل عام من ليلة 27 رجب لترسخ في الأذهان صورة عن معجزة خارقة لا يمكن للعقل تفسيرها. من تفاصيلها أن جبريل عليه السلام جاء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ليلا وهمزه بقدمه وأخذه من عضده وحمله على البراق إلى بيت المقدس في فلسطين، حيث وجد الأنبياء فصلى بهم، وعرض عليه جبريل إناءين، أحدهما فيه لبن والآخر خمر، فأخذ اللبن وترك الخمر. ولما فرغ عرج به جبريل إلى السماوات السبع، حيث رأى الملائكة والأنبياء ورأى الجنة والنار، وفرضت عليه الصلاة، ثم وصل إلى باب منسوج من الذهب ورأى الله جل جلاله. وفي رواية أخرى ما زال يقطع مقاما بعد مقام وحجابا بعد حجاب حتى انتهى إلى مقام تخلف عنه فيه جبريل، وقال جبريل: يا محمد، ما منا إلا له مقام معلوم، لو دنوت أنملا لاحترقت، وفي هذه الليلة بسبب احترامك وصلت إلى هذا المقام، وإلا فمقام المعهود عند سدرة المنتهى. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام وحده حتى تجاوز 70,000 حجاب، وبين كل حجاب وحجاب مسيرة 500 سنة. فوقف البراق عن المسير، ثم رفرف به وذهب به إلى قرب العرش، ومنها ترقى حتى وصل إلى منزلة قاب قوسين أو أدنى. لا يسع المرء وهو يقرأ هذه القصة إلا أن يستمتع بالخيال الخصب لمؤلفها، فهي قصة جميلة مشوقة، فيها من الصور ما يحرك المشاعر، لكنها للأسف غير مقنعة. فالله جل وعلا لا يخرج فيها عن صورة الملك الذي يقبأ على كرسي من ذهب وراء أبواب وجدران ويحرسه الخدم كما صورته لوحات القرون الوسطى، وكأنه حشاه عجوز بلحية بيضاء ويلبس البياض، يدير شؤون مملكته مع وزراء ومستشارين، ويعذب الخارجين عن سلطته بالنار، ويعلق النساء من أثائهن وشعورهن، ويحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام لواسطة من موسى كي يفاوض الله ليقلل عدد ركعات الصلاة عن أمته. فلا أجد في المعراج هذا إلا هراء محض اخترعته الإسرائيليات لا أكثر ولا أقل. فإذا عدنا إلى التنزيل الحكيم نجد المسلمين يعتمدون قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نجد هذه الآية كدليل قاطع على صحة حادثة الإسراء، ولا أجد ما ينفي ذلك، لكن ثمة تساؤلات عديدة طرحها الكثيرون في السابق: هل تم الانتقال جسديا أم لا؟ وإذا كان قوله أسرى تعني السير ليلا، فلماذا قال تعالى أسرى بعبده ليلا؟ ولماذا لا يكون المقصود بكلمة أسرى يعني اتجه إلى السرات وهي منطقة جنوب مكة؟ وأين هو المسجد الأقصى مما نقل تاريخيا أن عمر بن الخطاب عندما فتح القدس صلى في مكان قرب كنيسة القيامة؟ فهل يمكن ألا يعير اهتماما لموضع الإسراء؟ وقد يقال: ماذا عن حديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا؟ أقول: لم يكن من الصعب على بني أمية اختراع ما يبرر نقل الحج إلى القدس عند سيطرة عبد الله بن الزبير على الحجاز في العصر الأموي. وكذلك لماذا لا يكون موسى هو المقصود بعبده الذي أسرى بعبده، لسيما أن سياق الآيات يتكلم عن موسى؟ وكل ما سبق لا يمنع أن يكون الإسراء صحيحا من قبل رؤية مثلا أو ربما بمركبة فضائية، ويمكنني أن أقبله تسليما دون أن يكون لدي أي برهان على صحته مع التحفظ على كثير من التفاصيل. أي أننا كمسلمين مؤمنين بالرسالة المحمدية نؤمن تسليما بالإسراء سواء كان واقعا باليقظة أم بالمنام. أما حادثة المعراج فلا أثر لها في التنزيل الحكيم،
وما قيل عن أن الآية الأولى من سورة النجم تقصد المعراج لا نرى صحة فيه. فالرسول الكريم رأى جبريل على الأرض، والرسول الكريم لا ينطق التنزيل عن الهوى، وإنما عن الوحي الذي رآه بأم عينه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما الفائدة من نبش هكذا موضوع؟ أقول لا فائدة ترجى، وإنما نريد أن نوصل أن في الرسالة المحمدية معجزات وقفزات معرفية يمكن للمتدبر أن يلمسها، ولا حاجة لها لاختراع ترهات مسيئة لا يقبلها عقل طفل صغير، ولا تقدم سوى صورة مشوهة عن الله حاشاه ودينه أنتجها خيال مجتمع ذكوري مريض، وجعل من لوحاتها كوابيس مرعبة تصلح لإرعاب الناس على مدى العصور، وسوق لها فقه موروث قابل ترهات الملل والأديان الأخرى بالسخرية والاستهزاء، لكنه لم يجد غضاضة في الاتكاء عليها لاختراعات عدة ما أنزل الله بها من سلطان. أول ما ولد قال إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا. عيسى ابن مريم كان لا يوحى إليه، عندما كان يتكلم عيسى كان الله يتكلم ثم لزق الإنجيل وسيرة ذاتية للمسيح. ما غلط، ما صح. لما الإنجيل قال يسوع على هيك الإنجيل صح، عندما كان المسيح كان الرب يتكلم. وهون أشكلت عليه، لأنه المسيح كان مشفر خالص، المسيح ولد معصوم مشفر، كونه كلامه هو كلام الله. هي إجتنا لا ساب الشافعي أول مرة صح من الحين، لأنه كانوا عرفوا شو الإنجيل. الشافعي ولد 150 هجرية، 670 ميلادي ولد، يعني كان الكتب مترجمة وكان معروف. نحن ليش نبينا مو أحسن منه؟ ليش هو لحاله ونحن نبينا؟ قال الله، قال يسوع، قال رسول الله وحي، قال الرب قدسية. عرفتني الآن؟ نحن سيد الأنبياء والرسل، شو يعني؟ وبعدين الله كلم موسى واتكلموا قال عبودني واقم صلاة لذكري. ليش نحن أقل نبينا؟ نبينا طلع لعند الله مشان يحاكي، وفرض عليه السلام مثل ما قال له لموسى انتبه وضحي، يعني انه نحن بتاع كله. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق الله العظيم. موعدي بكم أحبتي إلى فيديو لاحق بإذن الله. تحياتي للجميع وسلام.